كانت دعوة للطلاق بعد ما رفعت ضدي دعوة الطلاق، رفعت أنا هذه دعوة نفقة الإهمال سنة قبل في الدعوة، اللي كانت ما كنتش أنا نروح، ما كنتش نروح أنا للعدالة، اللي كان شدها لي الأستاذ همال، وما عرفتش وين كانت لاحقة، كنت غير وراء قضية الطلاق، وراء قضية الطلاق، وبعد طلبت من المحامي تاعي برفع دعوى الحجر، كنت طلبت منه في 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 بداية في بدا في بعد ما بلغوني، بعد ما بلغوني بالطلاق اللي كان قال لي لا قال لي ما تديريش الحجر. بعد الاستاذ قال لي من حقك يعطوك انا لحصولي على امر بتعيين خبير، باسكو ما كان عندي في يدي اي شهاده طبيه، الملف للعلاج للزوج تاعي كان كاع بحوزه ابنائه من الزوجه الاولى، انا سيتادير قاعد ما في يدي والو، ما عندي لا اثبات، لا عندي غير اثبات الاهمال، اثبات الاهمال اللي بالحكم هذاك قدمته قدمت محضر اثبات حاله باللي الزوج ما كاش عندي، وتكلت في العريضه ملي ما نقدرش نقدم لكم شهادات طبيه، وطلبت من الرئيسه اللي كانت شاده اللي كانت عندها مسجله عندها اللي هي محداش جميله، طلبت منها في العريضه الاولى بارجاء الفصل في القضيه. بعد ما سجلت دعوى الحجر عليه وقدمت لها قدمت